فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم على المحاضرة التاسعة رينال. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اليورين كونسنتريشن ودايوريسز ودايوريتكس، اتكلمنا بالتفاصيل عن ازاي اليورين بيبقى مركز، واتكلمنا عن دور الاي دي اتش كويس جدا، ازاي ان هو زود الووتر ري ابزوربشن من الليد ديستال توبيول والكولكتنج داكت، واتهمناه انت خففت الميدلري انترستيشيال فلويد. كان المفروض نحافظ على الهايبرتونيك ميدلري انترستيشيال فلويد علشان نقدر نسحب ميه من الكولكتنج داكت واليورين يبقى مركز، الميه اللي نازله في اليورين تكون اقل كحجم. لكن الـ ADH دافع عن نفسه بفكرة أنا هضيق الأفرنت آرتريول، ده مهم قوي، هضيق الإيفرنت وبالتالي أنا هقلل الفلو اللي داخل فيه عشان ما يحصلش ووش أوت للسوديوم من الميدلري انترستيشيال فلويد. عايز أحافظ على الملح بتركيزه العالي زي ما هو، واللي سبب في كده لوب اوف هينل. وفي نقطة تانية ان انا هزود اليوريا ري ابزوربشن فروم ذا ميدلري كولكتنج داكت، واتفقنا ان اليوريا بتساهم بنسبة 50% من الهايبرتونيسيتي اللي موجودة في المدلة بتساعد الصوديوم. ونفتكر مع بعض اليوريا كان ليها سايكل، اليوريا دايما تبقى متواجدة في المكان اللي فيه الصوديوم، فاليوريا من الميدلري كولكتنج داكت الى الانترستيشال فلويد الى ديسندنج لوب اوف هينل وديسندنج فازا ريكتا، وبعد كده طلعت في الاسندنج لوب اوف هينل والاسندنج فازا ريكتا. طبعا في الديسندنج لوب بنسحب ميه لبره ابزوربشن، يتبقى ملح، تركيزه عمال بيعلى، مش هو لوحده وكمان معاه اليوريا. طب واحنا طالعين في الاسندنج فازا ريكتا لقينا صوديوم تركيزه بيعلى وكمان مع اليوريا، الاي دي اتش لما زود تركيز المية في الانترستيشيال فلويد وحيخففه، لا المية الزيادة دخلناها جوه الاسندنج فازا وخرجنا من الاسندنج فازا ريكتا صوديوم اند يوريا، واتفقنا ان في صفقة تبادلية بين الصوديوم والمية، وانت نازل في الفازا ريكتا دخل صوديوم لان تركيزه بره اعلى في الانترستيشيال، خرج ميه، وانا طالع في الاسندنج فازا ريكتا سيحدث العكس، خرج صوديوم ويوريا ودخل ميه، لان فازا ريكتا اذا كابيلاري وده يسمح بالاكسشينج. وقلنا ازاي بقت يوريا سايكل، لان اليوريا كملت في الاسندنج لوب ثم ديستال توبيول ثم كولكتنج داكت كورتيكال الخارجيه ميدلري داخليه ثم الاي دي اتش عملها ري ابزوربشن للديسندنج لوب وديسندنج فازا ريكتا واكتملت الدوره، وهو ده الميكانيزم بتاعنا. طب دكتور انت ليه بتشرح لنا الكلام ده؟ احنا قلناه الفيديو اللي فات، لاني اول جزئيه هنقولها النهارده فيلير تو كونسنتريت يورين، احنا فشلنا نركز اليورين. طب فشلنا ليه؟ يبقى لازم تكون عارف النورمال ايه اللي حصل ثم كيف يحدث الفشل. خلي بالك اليورين كونسنتريشن نقولها مبني على لوب اوف هينل، ده في البدايه كاونتر كارنت مالتي بلاير، واتفقنا كاونتر كارنت يعني تيار عكسي،
وانت نازل في اللوب اوف هينل بنخرج ميه ونسيب صوديوم، فتركيز الملح عمال يعلى. Osmolarity of the fluid في descending loop of Henle بتزيد من 300 إلى 1200 أو 1400 في tip loop of Henle، كأنها تضاعفت 4 إلى 4 مرات ونص. وأنا طالع في loop of Henle بنسحب صوديوم ونسيب مية، فبتقل الأوزمولاريتي، عشان كده سميناها كاونتر كارنت. اتفقنا ان اللوب اوف هينل لازم نحافظ على شغله. انت اللي بنيت الزيادة المتصاعدة في الأوزمولاريتي في الانترستيشال فلويد. اللي يحافظ عليك فازاريكتا. لو ما كانش فيه فازاريكتا كانت المية خففت الانترستيشال فلويد، هدت كل اللي احنا قعدنا نبنيه. ده مهم جدا، عشان كده الفازا ريكتا هي برضو طيار عكسي كاونتر كارنت. وانا نازل في الفازا ريكتا بدخل صوديوم واخرج مية، وانا طالع العكس ادخل مية اللي زادت برة واخرج الصوديوم من جوه البرة، لان تركيزه بقى عالي في الاسندنج فاز، فسميناها كاونتر كارنت اكسشينجر التبادل. وده فكرة اي كابيلري. ثم رقم 3 دور الاي دي اتش، ورقم 4 هو اليوريا سايكل. فنبدأ في اول جزئية عندنا في فيديو النهاردة، اسباب فشل تركيز اليورين. 5 اسباب. هتلاقي الاسباب دي كأن احنا بنراجع قبل كده. Diabetes insipidus بمعنى انتي دايوريتك هرمون قليل. طب ليه يا دكتور قليل؟ يا اما ما تصنعش بشكل كافي، هو بيتصنع في الهايبوثالاموس من نيوكلياي معينة سوبرا اوبتيك نيوكليس. المشكلة في التصنيع فنسميها سنترال مركزي. طب دكتور يعني ايه دايابيتس انسيبيدس؟ شرحتها في الاندوكراين قبل كده وهفكرك بيها تاني. دايابيتس هو مرض السكر. هتقول لي دايابيتس ميليتس، طيب لكن انسيبيدس معناها ملوش طعم، باللغه اللاتينيه القديمه تيست لس، كانوا زمان بيدوقوا اليورين. تقول لي ازاي؟ ما كانش فيه معامل للتحليل زي دلوقتي، اشوف نسبة السكر في اليورين قد ايه، ما عنديش الكلام ده. عشان كده كان الدكاترة يتذوق البول. تقول لي دي حاجة مقرفة جدا، بس ده اللي كان موجود زمان وده كلام المراجع، فسميها انسيبيدس عشان اميزه عن المليتس. المليتس طعمه حلو، سكر في اليورين. طيب يبقى اول حاجه. طب بس انت قلت لنا في الاندوكراين قبل كده ان انا عندي سببين للديابيتس انسيبيدس. السبب الاول انت قلته سنترال، تصنيع مش شغال. السبب التاني اي دي اتش طبيعي بيتفرز عادي، ولكن ما بيشتغلش على الريسبتورز على الكوليكتنج دكت. فاكر لما شرحت action of ADH قلت لك بيمسك في V2 receptor على الكوليكتنج دكت. الريسبتور ده مش قادر يستقبل الانتي دايوريتيك هرمون بكفاءة. الافينيتي او الريسبونسيفنس الاستجابة والجاذبية اقل. يعني العيب في النفرون، فهسميها نفروجينيك ديابيتس انسيبيدس. واتفقنا دايما ان كلمة جينيك معناها جينيريتد، المشكلة اساسا متولدة في النفر، العيب عندي. يبقى دي اول حاجة عندنا. طبعا طالما الـ ADH قل كتصنيع او قل
كشغل النتيجة واحدة، الأكشنز of ADH اللي أنا فكرتك بيها في بداية الفيديو مش هتشتغل، فاليورين مش هيبقى مركز، مش هقدر امتص مية زيادة. عايز أفكرك بالأرقام. النهاردة احنا هنعمل كشف حساب للمية، Water Handling. هقولك الـ ADH بيساهم بنسبة كام في المية في امتصاص المية. خليكم مركزين معايا، وهات جنبك ورقة وقلم واكتب زي ما متعودين في الفيديوهات السابقة. دايما اكدني عايزة كده لأن الأرقام كتيرة. في سبب تاني، Chronic Renal Failure. طب نفكر بالمنطق، أنا عندي فشل كلوي مزمن، معناه إيه؟ هتقولي باظت الكلى. طب أنا عايز كلام أكثر دقة، إيه اللي باظ؟ هتقولي اللوب أوف هينل والفازاريكتا المدلري نيفرونز. فاكر لما شرحت في مقدمة الكيدني قلتلك جاكستا مدلري نيفرون فيها لونج لوب أوف هينل، واللونج لوب أوف هينل ليه علاقة باليورين كونسنتريشن زي ما احنا قلنا. طب انت بوظت المكان اللي هيركز اليورين، فطالب اي قطعني ويقول لي هو بس اللي يركز؟ اقول له مش بس كده، اركز او اخفف اليورين هفشل، لان احنا النهاردة هنشرح how to dilute urine. دي مهمة قوي، ازاي اليورين يبقى مخفف؟ ما هو كله مبني على اللوب اوف هينل والفازاريكتا. طب بوظت كله، طب استنتج ايه؟ استنتج ان الكيدني مش قادرة تركز او تخفف البول، فالبلازما اللي داخلة جوه الكيدني كأنها داخلة جوه كيس شنطة عادية، زي ما هتدخل زي ما هتخرج في اليورين، لن يحدث اي تغيير اساسا على الاوزمولاريتي. الانسان الطبيعي لغاية نهاية البروكسيمال توبيول أوزمولاريتي لا تتغير بتاعة البلازما، لأن احنا امتصينا نسبة ثابتة من الملح والمية 65%. من أول الديسندنج لوب أوزمولاريتي تعلى، أسندنج لوب أوزمولاريتي تقل، توصل في نهاية اللوب أوف هينل إلى 100 أو 80، ثم الديستال توبيول حتى سميناها ان الفاينل بارت او الديستال نيفرون الاجزاء الاخيرة هي الدايليوتينج سيجمنت، وده مهم قوي كأنك بتخفف الاوزمولاريتي، ثم ننزل بعد كده في الكوليكتينج دكت، ده العادي فينا كلنا. اما اللي عنده فشل كلوي مزمن لن يحدث تغيير. تقول لي يعني ايه؟ يعني الاوزمولاريتي of urine هي هي الاوزمولاريتي of البلازما 300. ده اقول لك كمان السبيسيفيك جرافيتي بتاعه البلازما هي هي بتاعه اليورين. فهنا يجي طالب ويقاطعني يقول لي يا دكتور يعني ايه معنى كلمه السبيسيفيك جرافيتي؟ سبيسيفيك جرافيتي دي انت اخدتها قبل كده في البايو، يقولك الكثافة النوعية. بمعنى ايه كثافة نوعية؟ اقولك بشكل بسيط جدا، معنى سبيسيفيك جرافيتي ان اي 1000 سنتي مية وزنهم 1000 جرام. كل ما زود الحاجات الدايبة في المية كل ما زود السبيسيفيك جرافيتي حاجات الدايبة. هل ده ينفع ولا لا؟ تقولي لا، لما نجي ازودهم هما دايبة هيفضلوا 1000 لكن وزنهم يزيد. يعني السبيسيفيك جرافيتي بتقولي مقدار الحاجات الدايبة في المية، ده شيء طبيعي، حاجات الدايبة في المية مقدارها قد ايه؟ عشان كده كل ما يدوب اكتر
كل ما السبيسيفيك جرافيتي تعلى. الحاجات دي هنقولها النهارده هي بايو كيمستري بس مهمه جدا كفسيولوجي ونستاذن دكاتره البايو فيها. هتقولي طيب الكثافه النوعيه لليورين كنورمال تقريبا كام؟ كل كتاب بيقول رقم يختلف عن الاخر، ولكن هو تقريبا من 1015 الى 1025. ده العادي، ده النورمال سبيسيفيك جرافيتي. طيب مريض الفشل الكلوي المزمن، انت قايل لي ان زي ما هيدخل البلازما هينزل في اليورين زي ما هو، عشان كده الكثافه النوعيه لليورين هي قد البلازما. ارجع لفيديوهات البلد في المقدمه، قلنا ان السبيسيفيك جرافيتي للبلازما 1010، واحنا طلبه كنا بنذاكرها كده 10 10 على 10. طبعا ده مجرد تفكر نفسك 10 over 10 انت عندك كرونيك رينال فيلير، رقم ما يتنسيش 10 10 1010 فيكسد سبيسيفيك جرافيتي، دي ثابته. وبنسميها اسم تاني ايزو سينوريا. ايزو يعني ذا سيم، متساوي. يوريا هو اليورين، سن هو الجرافيتي او سبيسيفيك جرافيتي، متساويه عادي. على فكره سبيسيفيك جرافيتي دي امتى تزيد؟ تقول لي لو الحاجات دايبه في الميه زياده، سكر دايب في ميه، كل ما يزيد شيء طبيعي هيتقل السبيسيفيك جرافيتي. طب وامتى السكر ده ينزل في اليورين؟ افتكر معايا انه عدى الترانسبورت ماكسيموم، اقصى كميه نقدر ننقلها للسكر انت عديتها. لما يكون الجلوكوز كونسنتريشن فوق 300 ملي جرام برسنت، طب تعالى نضربه في جي اف ار 125. حتى قلت لك وقتها ترانسبورت ماكسيمم 375 ملي جرام في الدقيقة بالنسبة للرجالة، و 300 ملي جرام بير مينت بالنسبة للسيدات. فده كلام مهم قوي. طب سؤال، وامتى السبيسيفيك جرافيتي تقل عن 1015؟ دي ممكن تبقى 1003. عارف دي معناها ايه؟ في مية بس، مفيش حاجات دايبة في المية نزلت في اليورين تتقله. مية بس معناه انتي دايوريتك هرمون قليل، في ووتر بس زيادة نازل في اليورين، الله، يبقى معناه دايليوتد يورين عالي، يورين مخفف، يبقى دايابيتس انسيبيدس. عايزك تركز معايا على المفهوم لان ده مهم قوي. دكتور البطنة الشاطر بيطلب وظائف كلى او تحليل يورين. تحليل اليورين لما بيجيله من المعمل عينيه على السبيسيفيك جرافيتي كام؟ لقاها من 1015 ل 1025 انت طبيعي، 1003 ده انا شك في ديابيتس انسيبيدس، عايزين نشوف بقى الاي دي اتش ليفل في الدم ده قد ايه. لقيته معدي 1030، يبقى ده مريض سكر ديابيتس ميليتس. وتلاقي ان مريض السكر بيتاكد الكلام بتاعه ده فيه جلوكوز في اليورين، ويكتب لك في التحليل كذا علامه بلس زائد زائد زائد، جلوكوز عالي في اليورين، انت عديت الترانسبورت ماكسيمم. طيب الحاجه الثالثه اكسسيف ميدلري فلو ووش اب، وده شيء طبيعي. تخيل لو المدلر يوصل لها دم زياده هيغسل الاملاح من مكانها، يغسله بالظبط كانك جبت كرتون ميه فتحته في الاوضه، اي حاجه مرميه على الارض تمشي بعيد. وعايز افكرك بفيديو المقدمه قلنا ارقام مهمه، 95% اوفرينا البلاد فلو
بيكون رايح للكورتكس. أقل من 5%، 1-2% رايح للمضلة. كلام ده مهم أوي. تخيل الفلو زاد، يبقى ووش أوت للسوليوتس. علشان كده الـ ADH اسمه الآخر فازو بريسن. قال لك أنا هضيق الإيفرنت أرتريول، والإيفرنت أرتريول طالما ضيقه يبقى أنا بقلل الفلو فيه. طب ما هو الإيفرنت ده امتداده هو الفازا ريكتا في الجاكستا مدلري نفرون، يبقى أنا قللت الفلو في المكان ده عشان أحافظ على الملح. طيب رقم 4 و5 شرحناهم الفيديو اللي فات. لوب دايوريتكس، اديتك دواء زي اللازكس منع الصوديوم والبوتاسيوم والاتنين كولورايد كو ترانسبورتر انه يمتص من السيك اسندنج لوب اوف هينل. الله، انت منعت ده فتركيزهم يعلى في اليومين، يوصل للديستال توبيول كوليكتنج داكت، ينزلوا في اليورين يشدوا وراهم مية فزود اليورين فوليوم، يبقى شيء طبيعي فشلنا في تركيز اليورين. نفس الفكرة أوزموتيك دايوريسز. عايز أفكرك بحاجة، لو الجلوكوز عالي جدا في البروكسيمال توبيول هيمسك المية معاه، هيمنع الأوبليجاتوري ووتر ري أبزوربشن في البروكسيمال توبيول. الفيديوهات السابقة أنا قلت لك المية تمتص إجباري في البداية في البروكسيمال ورا الصوديوم بالأوزموزس، أنت منعت ده. ولما جينا وصلنا للأسندنج لوب أوف هينل برضو جلوكوز ماسك في المية، ماسك في الملح. لما وصلنا لنهاية الديستال توبيول كوليكتنج داكت نفس الفكرة، السكر ما بيسيبش المية، فيجي الـ ADH عاوز يشتغل ويعمل ووتر ريأبزوربشن سيفشل. يبقى احنا فشلنا في الامتصاص الاختياري للمية، فاكولتيتيف ووتر ريأبزوربشن. عشان كده الأوزموتيك دايوريسيس يخلي يقل عندك حاجتين، الامتصاص الإجباري الأوبليجاتوري والاختياري الفاكولتيتيف، وبالتالي جلوكوز ينزل في اليورين ومعاه المية ويزود اليورين فوليوم. ودي فكرة مريض السكر. مريض السكر مشكلته أنا بعمل بول كتير، يورين فوليوم بوليوريا كتيرة بسبب النقطة دي. دول 5 أسباب مشهورين ليه فشلنا تو كونسنتريت يورين. وطبعا دي رسمة الديابيتس انسيبيتس. طب عايز أركز على حاجة في الدايليوت يورين. اليورين المخفف بتاعنا هو اتخفف من امتى؟ لازم تكون انت فاكر الرحلة. أقولك، لو انت بدأت الرحلة من البداية تلاقي 65% من المية absorbed proximal tubule. طيب descending loop بنمتص 15%، كده بقينا 80% water reabsorption. نطلع في الascending loop نقول لا، احنا not permeable لمية، مية ما بتخرجش، فالأوزمولاريتي جوه الascending loop عمالة بتقل. نوصل للديستال توبيول نفس الفكرة. الله، يعني إذا الأوزمولاريتي اتخففت في الأسندنج لوب والديستال توبيول، نهاية الديستال توبيول والكوليكتنج داكت نعمل ووتر ري أبزوربشن. دي الفكرة العادية بتاعتنا. عايز أقول رقم مهم قوي، اليورين أوزمولاريتي ممكن يقل إلى 50 ملي أوزمول بير ليتر. الرقم ده خلي بالك منه، لأن طالب الطب لازم يعرف رقمين. أعلى أوزمولاريتي لليورين كام؟ 1200.
طب ليه 1200 او 1400؟ ليه مش اعلى؟ لان ده اكتر رقم للاوزمولاريتي في التيب لوب اوف هنل، مش هتزيد عن كده. طب واقل حاجه 50 ملي اوزمول، وهتعرف ان اللي يتحكم في كده انتي دايوريتيك هرمون. ده منطقي، كل ما الاي دي اتش يزيد اشتغل اكتر، كل ما اليورين يبقى مركز، كل ما الاي دي اتش يقل امتصاص الميه بيقل، فينزل ميه زياده في اليورين، فاليورين يبقى مخفف اكتر. هنقول النهارده وجود الاي دي اتش وغيابه، يا ترى الارقام هتتغير ازاي؟ بس في البدايه خلي بالك، اللي بيتحكم في اليورين مركز ومخفف اي دي اتش. اللي انا قلته في بدايه الفيديو عشان افكرك هيبقى العكس دلوقتي. ما هو الاي دي اتش لو شغال يضيق الفازا ريكتا ويزود الووتر ري ابزوربشن ويزود امتصاص اليوريا، الكلام ده ما بقاش موجود، فبالتالي اليورين بقى مخفف. خلي بالك من الرقم، ال 50 ملي اوزمول تقريبا 1/6 من الاوزمولاريتي بتاعت البلازما، يبقى دي مهمة جدا نخلي بالنا منها. طيب ده الرسمة اللي بنقول عليها، ادي الووتر ري ابزوربشن هنا، وهنا صوديوم كلورايد ري ابزوربشن، وبص طبعا هنا المية المفروض بتبقى ري ابزوربت بالانتي دايوريتيك هرمون. وادي الارقام بتاعتنا للي عايز يفتكر، بدأنا ب 300 ثم انتهينا المفروض ب 1200، لكن هتلاحظ ان احنا مش انتهينا في التيب اوف لوب اوف هينل ب 1200، لا 600. بص الاوزمولاريتي وصلت ل 100 في بدايه الديستال توبيول، انتهت بكام؟ ب 50. يعني الرسمه اللي موجوده امامكم الان بتمثل ميكانيزم اوف يورين دايليوشن. ادي الاوزمولاريتي 50 اللي هي 1/6 من البلازما، ده مهم جدا. طيب انا عايز دلوقتي اعمل كشف حساب للميه. تقول لي يا دكتور كشف الحساب المقصود بايه؟ مقصود بيه نسب امتصاص الميه. هتقول لي عادي، طب ما دي انا عارفها وحضرتك قلتها قبل كده، هفكرك بيها تاني وهحط بقى معلومه جديده، بس الاول نفتكر الكشف القديم. 80% من الووتر ري ابزوربد اوبليجاتوري، 65 في البروكسيمال، 15 ديسندنج لوب، باقي 20%. اتفقنا لا يمكن 100% من الميه ابزوربت، لا ما يحصلش الكلام ده، لازم هتفقد 8/10% من الميه في اليوري. يعني معنى كده في 19.2 سيمتص اختياريا تحت تأثير ADH، ال19.2 هقسمهم 3 مراحل، 5% في الديستال كونفوليوتد توبيول، و10% في الكورتيكال كولكتنج دكت الخارجية، و4.2% في المدلري أو البابيلاري الداخلي كولكتنج دكت. يبقى ده كشف الحساب الاول. ايه ده؟ هو في كشف حساب تاني؟ ايوه، كشف الحساب التاني بقى هقول لك ارقام تستغرب لها. 180 لتر ميه عايزين نعرف مصيرهم. فاي طالب دلوقتي بيسمعني 180 لتر جم منين؟ يا دكتور ده البلازما 3 لتر. هقول لك فاكر فيديو جلوميرولر فلتريشن ريت انا قلت لك ايه؟ قلت لك البلازما التلاتة لتر بتتفلتر 60 مرة كل يوم، كأن التلاتة لتر لو ضربتها في 60 تساوي 180 لتر. 180 لتر يعني كأن مصفة الكلى وصلها يوميا 180 لتر. هتتصرف ازاي؟
أقول لك بقى الأرقام. 70% من 180 لتر سيمتص أوبليجاتوري، تقريبا 70-80. يعني لو جينا عملناها تقول لي 125 تقريبا، 125 لتر هيمتص إجباريا. خلي بالك إن الأرقام مهمة. طب تمام، لسه باقي 30 لتر مية هيمتصوا من الديسندنج لوب اوف هينل. لو عشان كده بقول لك جاهز معاك ورقه وكالكوليتر. 125 لتر بلس 30 لتر يبقوا 155 لتر. 155 لتر ميه من ال 180 هيحصل لهم امتصاص، يتبقى 25 لتر. ال 25 لتر دول تقريبا منهم 5 لتر هيمتصوا من الليت ديستال توبيول، ده بنتكلم على تقريبا، يتبقى لي 20 لتر. ال 20 لتر الاخرانيين اللي هيبقوا في الكولكتنج داكت احنا عايزين نعرف مصيرهم. ركز بقى معايا ومعاك ورقه وقلم. لو فرضنا ان في انتي دايوريتك هرمون شغال، هبتدي الاول لو شغال، 19 لتر ونص هيمتص من ال 20 لتر، يعني هفقد يا دكتور نص لتر في اليورين. خلي بالك هتفقد نص لتر. عشان كده انا لما شرحت في الجي اف ار قلت لك اليورين المفقود، اليورين فوليوم من نص لتر الى لتر ونص. انا بدات باقل قيمه نص لتر، ده معناه ان اليورين ده ايه؟ مركز. نص لتر، خلي بالك هتقولي طب والنص لتر ده الاوزمولاريتي بتاعته كام؟ انت اللي تقول مش انا. اعلى اوزمولاريتي مع اعلى يورين مركز. طب ما هو اعلى اوزمولاريتي 1200 ملي اوزمول، تقول لي ماشي. اقولها تاني لان الحته دي مهمه جدا. اتفقنا ان في 20 لتر هينزلوا في الكولكتنج داكت، لو الاي دي اتش شغال يمتص 19.5 لتر ميه، يرجعهم للانترستيشن وافقد نص لتر مع اوزمولاريتي عاليه 1200. طب العكس بقى، لو الاي دي اتش مش شغال، وده موضوعنا يورين دايليوتد، قال لك معنى الكلام ده ان انت هتمتص 8 لتر فقط وتفقد 12 لتر في اليورين. تقول لي 12 لتر، طب ما هو ده الديابيتس انسيبيدس. لما جيت شرحت اندوكراين قبل كده قلت لك لما الاي دي اتش بيقل العيان ده في التويلت طول الوقت بتعمل ايه؟ يورين ميكتوريشن طول الوقت، يورين فوليوم عالي قوي، ده بيفضي في كذا لتر بلاستيك يورين، كذا ازازه بيبسي فاضيه، ده مهم قوي. طب سؤال، طب وفي الحاله دي بقى اليورين اوزمولاريتي تبقى كام؟ 50 ملي اوزمول بير لتر، يعني الاوزمولاريتي هتقل في احسن صوره ليها لو الاي دي اتش مش شغال، ولو الاي دي اتش موجود تعلى الاوزمولاريتي لاعلى قيمه ليها. عشان كده الطالب الشاطر اللي من الاوائل لما اقول له ووتر هاندلنج نظرته ما تبقاش قاصره على النسب وبس، لا يديني برسنتج ويديني كمان ابسوليوت فاليو، قيمه مطلقه، كام لتر هيعدي عكدني؟ 180 لتر مصيرهم ايه؟ كلام ده في غايه الخطوره. طيب نيجي للجزئيه الاخيره في فيديو النهارده، ازاي نقيس الرينال فانكشن تيست. قياس الرينال فانكشن او وظائف الكلى مبنيه على خمس عناوين. اول عنوان كليرنس تيست. تقول لي النهارده الفيديو
كأنك بتفكرنا باللي فات. أيوة كأنه فيديو تجميعي كليرنس شرحناها قبل كده بالتفاصيل. معناها قدرة الكلى تنظف البلازما من مادة معينة. وقلنا ان الكليرنس لها معادلة C equal U times V على P. ولو تفتكر كل حاجة لها رمز. لما قلنا الـ V هو الـ volume of urine والـ U هو تركيز المادة في اليورين أول حرف، والـ P هو تركيز المادة في البلازما P بلازما، والـ C هو الكليرنس. طبعا احنا بدأنا بالassessment of glomerular filtration rate. مادة الانيولين لما حسبنا الكليرنس بتاعتها طلعت تساوي 125 ملي بير مينت. قلنا ايه ده؟ انا بتخلص من الانيولين ب 125 ملي. طب ما هو ده رقم الجلوميريولار فلتريشن ريت، يعني اللي نازل في الفلتر هو الانيولين. فهو طب وانا هقيس ازاي الجي اف ار؟ هل هحط قمع جوه البومنز كبسول؟ حتى قلنا الكلام ده بتريقه زمان، لا ما ينفعش، فلازم اقيس بطريقه غير مباشره. بس اكتشفنا ان الانيولين في مشاكل تايم كونسيومينج. علشان اشوف الكليرنس بتاعه لازم احجز العيان في المستشفى يوم كامل، اجمع له يورين في اليوم واقسم على 24 اجيبها في الساعه، ثم اقسم على 60 اجيبها في الدقيقه. عمليه تاخد وقت طويل جدا، ما ينفعش. فاضطرينا نلجأ للكرياتينين. كرياتينين دي مادة اندوجينس جوانا، اند برودكت اوف ماسل ميتابوليزم. في اي وقت اسحب مني عين الدم قيس الكرياتينين موجودة، مش زي الانيولين هتحقني مادة ونستنى، لا خد مني عينة يورين وقيس الكرياتينين. بس لما جينا حسبنا الكليرنس اوف كرياتينين طلع 140 ملي بير مينت، ازيد من الجي اف ار ب 15 ملي بير مينت. قلنا ايه اللي حصل؟ نزل الكرياتينين عادي مع الفلتر مع ال 125، بس في جزء منه مشي في البيري توبولار كابيلاريز ثم اتضاف على البومن كبسول، حصل له سكريشن جزئيا. اكتشفنا ان اللي زود الكليرنس اوف كرياتينين مش كرياتينين شخصيا، دي مادة ملونة تشبهه اسمها كروموجينز. الكروموجين ده زود تركيز الكرياتينين في الدم، لخبطنا. فبدل ما قيس كرياتينين فقط قيسته مع الكروموجين، وفي اليورين قيسته مع الكرياتينين برضو بالغلط. حتى وقتها في الفيديو قلت لك هنا دلوقتي اللي فوق زاد، اللي هو اليو زاد والبي زاد بنفس القيمة، هيكنسلوا بعض وبالتالي هيفضل الكليرنس ثابت. يعني هو أساسا 125 ملي في الدقيقة مش 140 ملي زي ما انتوا بتقولوا. علشان كده هنختار الكرياتينين لقياس الجي اف ار. طيب استخدمنا مادة تانية، بس المادة دي تقيس لي رينال بلازما فلو الفعال. وتعالى نقف سنة في الكلام ده. اتفقنا ان الرينال بلازما فلو مش كله داخل في الفلتريشن، في 10% من البلازما رايحة للرينال كبسول، للغلاف، للبيري رينال فات. يعني في نسبة لا تساهم في الفلتريشن. أنا عايز النسبة اللي داخلة في الفلتريشن الإفكتيف الفعالة. الإفكتيف رينال بلازما فلو قسناه بمادة اسمها
para amino hippuric acid. PAHA. البارا امينو هيبيوريك اسيد دي او اسمها التاني دايو دراست. في كتب كاتبه كده او لا مش مشكله. فاحنا لما حسبنا كليرنس للماده دي لقيناها 625 ملي بير مينيت اللي تساوي افكتيف رينال بلازما فلو. قلنا خلاص يبقى عشان تقيس الافكتيف الفعال استخدم البارا امينو هيبيوريك اسيد. عايز اقول لك 90% من الماده دي بنتخلص منها في اول سيركيوليشن، لكن 10% بيهربوا مننا يروحوا للبيريتوبولار كابيلاري، ومحتاجين نتخلص منهم في دوره دمويه اخرى. يعني موضوع بيبقى صعب شويه، يعني مش بتخلص منها في سنجل سيركيوليشن. النهاردة بقى هنعمل مسألة، مسائل لو المسألة اللي هقولها النهاردة بتيجي كتير في الامتحانات. احنا عايزين نعرف دلوقتي الرينال بلازما فلو حسبوه ازاي. ده النقطة اللي انا عايز اعرف. والسؤال التاني، طب الافكتيف الفعال حسبوه ازاي 625 ملي او 630؟ جابوه منين؟ دي رقم اتنين. ولما تعرف ده النقطة التالتة بقى، وازاي حسبنا رينال بلاد فلو. انا دلوقتي مش هقول ارقام مجردة من غير ما نعمل بروبلم، مش هقول لك احفظ، لا نحفظ دي قلناها كذا مرة، عايزين نعرف جات منين وازاي القانون اتبنى. في البداية أنا هديلك خمس معطيات. تركيز البارا أمينو هيبيوريك أسيد في اليورين 14 ملي جرام في الملي، ومديك الفوليوم اوف يورين 9/10 ملي بير مينيت، وتركيز البارا أمينو هيبيوريك في البلازما 2/100 ملي جرام بير ملي، وفي حاجة اسمها extraction ratio 0.9 هنعرف يعني ايه دلوقتي، ومديك هيماتوكريت فاليو 45%. في البداية انا عايز اعرف الكليرنس اوف البارا امينو هيبيوريك اسيد كام. اول طلع لي الكليرنس، تمام. هتقولي طب ما هو الكليرنس ده يساوي الرينال بلازما فلو الفعاله الافكتيف، يبقى انت عايز تجيب الفعاله كام؟ هتقولي طب ما هو الفعاله دي 90% من التوتال رينال بلازما فلو، فاقدر اجيب الرينال بلازما فلو كام، ثم في النهايه اجيب الرينال بلاد فلو. نيجي مع بعض اهي. الإفكتيف رينال بلازما فلو أو اختصارها ERPF يساوي هو الكليرنس اوف بارا امينو هيبيوريك U تايمز V على P. أهو أدي الفوليوم اوف يورين 0.9 ضربته في تركيز البارا امينو هيبيوريك في اليورين على تركيزه في البلازما، طلع 630 ملي بير مينيت، تمام. وهو ده الإثبات اللي احنا قلنا لك هنقوله النهاردة في شكل المسألة. طب انا عاوز الرينال بلازما فلو كام. كل المراجع وكتب الفسيولوجي حاطه معادلة، لو انا حطها لك على طول مش هتقتنع. عايزين نقتنع بطريقة السيزر، طريقة المقص زمان واحنا اطفال في ابتدائي واعدادي، طريقة السهلة. الرينال بلازما فلو اختصارها اهي RPF 100%. الافكتيف رينال بلازما فلو 90% منه. هتقول لي انت عايز تجيب التوتال رينال بلازما فلو، سواء اللي داخل في الفلتريشن او اللي مش داخل، انا عايز كله. طيب يبقى دي المعادله بتاعتنا في البدايه. طب تيجي بقى نشيل الافكتيف رينال ونحط رقم؟ نشوف السلايد اللي بعدها اهو.
ادي الافكتيف رينال بلازما فلو 630 ملي اللي اثبتناها عن طريق الكليرنس. كده انا عندي ثلاث معطيات وعندي معلومه واحده انون. نجيبها ازاي؟ تقول لي عادي، هنضرب 630 في 100 مقص على 90، اهي دي الفكره. فالرينال بلازما فلو يساوي 630 في 100 على 90، يعني كاني بقول لك في 10 على 9. ارجعها تاني علشان تبقى انت معايا، هنضرب في 100 على 90، 0 مع 0 تايمز 10 اوفر 9. علمونا زمان في المدرسه لما يجي لك ديفيجن وعايز تعمل تايمز اقلب الريشيو. مش انت قلت تايمز 10 على 9؟ طب انا لو عايزها ديفيجن يبقى على كام؟ تقول لي 9 على 10 على 0.9. هي دي. يعني اذا الرينال بلازما فلو يساوي ال 630 على 0.9. فطالب قال لي طب احنا عايزين بقى القانون، احنا كده فهمنا. طب القانون ايه؟ بدل 630 حط لي افكتيف رينال بلازما فلو. طب ما انا لسه قايلها لك، 630 دي تمثل البلازما الفلو الفعاله اللي داخله في الفلتريش على. طب هو 0.9 كان يمثل ايه في المساله؟ اكستراكشن ريشيو. وهنا الطالب او الطلبه اللي عايزين تتاكد من الكلام ده ارجع معايا للبروبلم اهي. وانا طالب زمان كنت بعمل الحكايه دي، بصراحه ما كنتش بفهم القانون من بدايته. لا اعمل طريقه السيزر، حتى طريقه السيزر تسهل لك لو انت ناسي القانون. انت مش داخل طب تسمع، لا انت داخل تفهم عشان تبقى دكتور شاطر. هي دي البدايه. انا عندي معطيات معينه بشتغل عليها، عشان كده ادي القانون بتاعنا في النهايه. What is renal plasma flow؟ effective renal plasma flow على extraction ratio. طيب انا كده جبت حاجتين في المساله، الافكتيف حسبته عن طريق كليرنس، وتاني نقطه حسبت الرينال بلازما فلو. طب النقطه الثالثه، انا عايز الدم كله اللي داخل جوه الكلى. قبل ما اقول لك بنحسبها ازاي، عايز افكرك برقم قلناه زمان، ان الكيدني بيوصل لها 20% من الكاردياك اوتبوت. لو اعتبرنا كاردياك اوتبوت تقريبا 5.5 لتر او 6 لتر، يعني الكلى بيوصل لها 1200 ملي. هو بأمانة مش 1200 بالظبط، 1273 ملي. الرقم ده رينال بلاد فلو، شامل بقى بلازما سيلز كله، حسبتوه ازاي؟ خلي بالك انه قال لك في المسألة الهيماتوكريت فاليو 45%. طب انا دلوقتي يعني ايه هيماتوكريت؟ نسبة الريد سيل فوليوم للهول بلاد فوليوم، يعني خلايا الدم الحمراء 45% من الدم كله. طب هو انا طول المسألة ذكرت ريد سيل ولا بلازما؟ تقول انت بتذكر بلازما، يعني انا عايز من معلومة الهيماتوكريت اجيب نسبة البلازما. تقول لي منطقي زي ما علمناكم زمان في البلاد. طيب الدم كله 100% ماينس الهيماتوكريت اللي هو 45 يساوي كام؟ تقول لي 55%. نرجع برضو لفكرة المقص بتاعت ابتدائي، الرينال بلازما فلو يمثل 55% من الدم. تقول لي معاك، طب انا عاوز يا دكتور رينال بلاد فلو ار بي اف. طب ما هو الار بي اف يمثل كام؟ تقول لي 100% ده الدم كله.
يبقى انا كده قدرت احل المساله. ليه؟ لان الرينال بلازما فلو انا حسبته، لسه حاسبه ال 700 مللي بير مينيت، انا حسبت الرينال بلازما. فال 700 مللي يمثل 55 اهو، بص هي اهي. طب الرينال بلاد فلو كام؟ برضه سيزر 700 في 100 على 55. فطالب يقول لي اهي يعني 1273 مللي بير مينيت. دي طريقه المقص البسيطه. طب يا دكتور الكتب والمراجع قايلينها ازاي؟ بص عاملين ايه؟ قال لك الهول بلاد هعتبره 1، يعني بدل ما تقول لي 100%، لا انا هقول لك واحد كامل 1. طب وال 55 دي ايه؟ مش ال 55 100 ناقص هيماتوكريت ناقص 45؟ تقول لي يعني 1 ناقص 0.45. يعني في الاخر لو انت عايز القانون اللي اتقال في المراجع، رينال بلاد فلو يساوي ايه؟ رينال بلازما فلو، ها 700 اللي هو نومينيتور البسط. طب والمقام؟ 1 ماينس هيماتوكريت فاليو. يبقى لما تيجي تبص على القانون في صورته النهائيه لا تصاب بالذعر، تقول ايه ده؟ انا مش فاهم، لان الموضوع غريب. الموضوع سهل جدا، عملناه بطريقه سيزر وقدرنا نستنتج الكلام. دي اول وظيفه للكلى. خلي بالك الكلام ده بيجي لك مسائل حساب الرينال بلازما فلو والافكتيف والرينال بلاد فلو، وفي مسائل تانية بقى عن الفلتريشن فراكشن. فاكر الفلتريشن فراكشن؟ كام في المية من البلازما هتتفلتر؟ ده مهم قوي. يعني اجي اقول لك ايه؟ 125 مللي فلتر بالنسبة ل 625 مللي افكتيف رينال بلازما فلو، يعني الخمس 20%. انا بدي مثال. وطبعا تيجي لك مسألة عن ستارلينج فورسز اوف فلتريشن، مسألة عن النت فلتريشن بريشر، اجيب لك جلوميرولر فلتريشن ريت، اجيب لك فلتريشن كو افيشنت. المسائل كتيرة في هذا الجزء، وهنعمل لها فيديو مخصص ان شاء الله. تاني تجربة لوظائف الكلى توبولر فانكشن تيست. اول ما اقول توبولر يجي على طول في ذهننا الكاريرز. فاكر لما قلت لك في الجلوكوز هاندلنج الشورت نفرون عندها كاريرز قليلة واللونج نفرون كاريرز كبيرة؟ عمر اللونج نفرون ما يساعد الشورت. يبدأ الجلوكوز ظهوره في اليورين من عند الشورت نفرون، من عند الرينال ثريشولد. فاكر ال 180 مللي جرام برسنت كلام ده. ترانسبورت ماكسيمم ان كل الكاريرز اللي في اللونج نفرون بقت مشبعة بالجلوكوز. اي تركيز زيادة ليك يا سكر احنا اسفين مش هنقدر ننقله للدم، هينزل في اليورين. دي مهمة قوي. وقلنا الجلوكوز ترانسبورت ماكسيمم كام؟ عايز اعرفك ان ترانسبورت ماكسيمم الديفينيشن بتاعه ماكسيمم اماونت تو بي ترانسبورت ري ابزوربد اور سيكريتد. احنا عندنا كاريرز تقدر تنقل لك الجلوكوز من اليومن للبيريتوبولر كابيلرز، وعندنا كاريرز اخرى العكس تنقل الماده من الدم وترميها في اليومن زي البارا امينو هيبيوريك اسيد 80 مللي جرام بير مينيت. ولو تفتكر كان في جراف رسمناه قبل كده كان بيوري لك امتى بيحصل ساتوريشن للكارير، وده عملناه في فيديو الجلوكوز هاندلنج في البروكسيمال توبيول. طب ده بيقول لي الكلى دي شغاله ولا لا؟ نيجي الرقم 3
blood analysis اللي الناس عارفينه بقى. احنا عايزين نسحب عينة دم او عينة يورين، عايز اشوف الكلى شغالة ولا لا. هنعمل مجموعة من الاختبارات. اول تيست عندنا blood urea nitrogen او اختصاره BUN. على فكرة اليوريا هو end product للبروتين ميتابوليزم، بروتين يتكسر في النهاية يوريا. هتقول لي ماشي، طب نفترض ان انا سحبت العينة الدم دي ولقيت ان الليفل بتاعه اعلى من الطبيعي، لازم تكون عارف النورمال كام. دايما دكاترة التحاليل بيدي لك ورقة مطبوعة printed مكتوب فيها الاناليسيس التست وجنبه الرقم وبين قوسين يحط لك نورمال ان او يقول لك ار اي اف الريفرنس. يعني ايه؟ هترجع لانهي رقم عشان تقارن على اساسه نتيجتك طبيعيه ولا لا. الطبيعي من 20 الى 40 ملي جرام بير ديسيليتر. طب نفترض زاد عن 40، اقول ان انت عندك فشل كلوي؟ قال لك لا. افرض انا اكلت لحمه كتير، ما هو ده يتوقف على البروتين انتيك. كل ما تاكل بروتينات اكتر هيعلى اليوريا في الدم، يبقى مش شرط. يتوقف على وظيفه الليفر، لان اليوريا مفروض ان الليفر يتعامل معاه. طب نفترض ان انا عندي مشكله في الكبد، طب مين قال لك ان الكلى بايظه؟ مش شرط. ايه ده؟ طالما التست بتاعك قد يزيد لاي سبب اخر، يعني في مجموعه اسباب تزوده، ما بقاش اختبار نموذجي، ما بقاش سبيسيفيك تيست، ده مش اختبار متخصص. علشان كده قالوا ان البلاد يوريا نيتروجين لازم نعملها مع اختبار اخر، كرياتينين ليفل في البلد. انا عايز اتاكد ان انا عندي فشل كلوي او لا، يبقى انا لازم اسند على تيست اخر. ده مهم جدا الكلام ده، الكرياتينين تيست. تقول لي طيب النورمال ليفل 0.4 الى 1.4 ملي جرام بير ديسيليتر. عايز اقول نقطه مهمه، امتحانات المعادله الامريكيه ما بيطلبوش من الطالب ان يكون حافظ النورمال كام، هما بيدوله النورمال ليفل. وفي امتحاناتنا في مصر بداوا يحطوا النورمال ليفل في الامتحان، مش لازم الدكتور يبقى حافظ بالظبط الرقم، في بعض الكلاسيكيات بتبقى انت حافظها على طول. طيب الكرياتينين ليه اعتمدنا عليه؟ الكرياتينين يتغير قليلا affected little، لانه يعتمد على المسل ماس الكتله العضليه. انا قلت لك ان الكرياتينين هو end product للمسل ميتابوليزم، وطالما انا ثابت وما بتغيرش غالبا، يبقى لما زيد يبقى قد يكون العيب في الكيدني، ما عملتليش اكسكريشن. فاكر اول فيديو ليا معاكم قلنا ان الكيدني ليها اكسكريتوري فانكشن، وظيفه اخراجيه تتخلص من الكرياتينين الزياده، فلما يعلى يبقى ده على طول رينال فيلير. ده مهم قوي. طب ليه اعتبرت الكرياتينين تيست سبيسيفيك؟ لا يتاثر بليفر قوي فانكشن، لا يتاثر بمسل ماس، ببروتين انتيك، انا ثابت، وده مهم جدا. طب نيجي نقول التالت، بوتاسيوم ايون. خلي بالك من اللي انا هفكرك بيه، الالدوستيرون وده مهم بيعمل صوديوم ري ابزوربشن وبوتاسيوم سكريشن، يتخلص من البوتاسيوم الزياده. وقلت لك وقتها ان البوتاسيوم والهيدروجين يتنافسا سويا، مين فيهم هيترمي في اليومن ويحصل له سكريشن. لو البوتاسيوم بقى عالي في الدم
يبقى معنى كده العيب في الكيدني. الهايبركاليميا ده مهم قوي. النورمال ليفل للبوتاسيوم اهو ده بقى كل الدكاترة عارفينه، لان البوتاسيوم قاتل. ده قد يسبب فينتريكولر فايبريليشن، ده مهم قوي، وقلناه مع فيديوهات الكارديوفاسكولار سيستم. عشان كده كلنا عارفين من 3.5 ل 5 ملي اكويفالنت بير ليتر. اقول لك على معلومه مهمه، اللي عنده فشل كلوي وبيغسل الغسيل الدم دايما، دكاتره كانوا بيعلمونا واحنا امتياز، مع دي الغسيل عايزين نسبه البوتاسيوم في الدم كام، ده بيبين لك البوتاسيوم قد ايه خطورته. مش بس البوتاسيوم، الفوسفيت النورمال ليفل بتاعه من 3 الى 4.5 ملي جرام بيرسنت. بس لو انت عايز رأيي، لو انت عايز تيست واحد تشوف بيه يا ترى الكيدني شغاله طبيعي ولا لا، بوتاسيوم. يعني ساعات المريض معهوش فلوس كفايه ان يعمل كل التحاليل دي، كل تحليل مكلف، اقول له انا عايز بوتاسيوم ليفل في الدم، روح لاي معمل يعمل لك ده، وعايز تحليل يورين. طيب ماشي، واشوف البي اتش. طب ليه البي اتش يهمني؟ بوتنشال اوف هيدروجين اين، قوته ليه؟ لانك لو عندك رينال فيلير شيء طبيعي مش هتقدر تتخلص من الهيدروجين اين، وبالتالي هيحصل اسيدوزس، هيدروجين اين في الدم اتش بلس هيعلى، وطالما اسيدوزس يبقى هيقلل بوتنشال اوف هيدروجين او البي اتش. الارتيريال بلد بتاعنا 7.4، لا ده انا الاقي ان البي اتش بتاعه 7.3، ده معناها اني اشك في رينال فيلير. طبعا هو مش شرط، عشان تقول رينال فيلير مجموعة تيست كتيرة زائد الكشف، ده مهم قوي. طب نيجي الرقم 4 وهو اليورين اناليسز، تحليل اليورين. انا عايز اركز على 2 تيست بالنسبة للطلبة، بدلا ان احنا نخوض في كلام بوست جراديويت او بطنة. في اختبارين، كونسنتريشن ودايليوشن تيست. فطالب قال لي ايه ده، ده ماشي مع موضوع الفيديو. ايوه، انت بتقول ان الكيدني عندها القدرة تركز اليورين او تخفف. طب طالما ان القدرة دي موجودة يبقى احنا محتاجين الى تيستات تثبت هذه القدرة. اولا كونسنتريشن تيست، فكرته بمنتهى البساطة، انا هفضي البلادر بتاع البيشنت. هتقول لي ماشي هفضيها تماما، واقول له ان هو يوقف شرب مية ده لمدة 12 ساعة. 12 ساعة ما تشربش مية. طب وبعد كده اخد عينة يورين وقيس فيها specific gravity واوزمولاريتي. خلي بالك ان الحاجات دي في منتهى الاهمية. انت هنا ليه بتقيس الاتنين دول؟ علشان انا عايز اوصل لفكرة معينة. الفكرة بتقول ان السبيسيفيك جرافيتي قلنا من 1015 الى 1025. طب انا لو لقيت عنده 1010 تقولي بس 10 ده كرونيك رينال فيلير، ده مهم قوي. ولازم الكونسنتريشن تيست يتعمل على عيانين عندهم significant nitrogen retention، ده مهم قوي. نيتروجين عندهم عالي ليه؟ لان ده ممكن يعمل لي symptoms of uremia. خلي بالك من هذا الكلام، اوعى تعمل الكونسنتريشن تيست على الناس دي. انا مش بقولك تعمله عليهم، ما تعملوش، لان انا لو عندي نيتروجين عالي يجي لي يوريميا، اليوريا تعلى في الدم مشكلة، لا ما ينفعش. طيب التيست التاني بقى هو الدايليوشن تيست، من اسمه انا هفضي البلادر و
واخلي المريض يشرب لتر ونص ميه. ده انا عايز اخفف البلازما تماما. طب لتر ونص، وقيس له بعد 4 ساعات اللي هاخد عينه يورين، بعد 4 ساعات ابص فيها على سبيسيفيك جرافيتي زائد الاوزمولاريتي، هبص على الاثنين. طب ارجع وافكرك بالكلام اللي قلناه في الرسمه، لو انا لقيت الاوزمولاريتي 50 ملي اوزمول بير لتر، ايه ده؟ ده معناها ان اليورين بقى مخفف. ده مهم جدا. والاقي كمان ان السبيسيفيك جرافيتي هتبقى اقل من 1005 على الاقل في عينه منه. ما احنا اتفقنا ان السبيسيفيك جرافيتي تمثل مقدار الحاجات الدايبه في 1000 سنتي ميه. طب طالما اللي نازل ميه بس فالوزن مش هيزيد، سبيسيفيك جرافيتي تكون اقل من 1005، تبقى 1004 على سبيل المثال على الاقل في عينه. اخر تيست عندنا هو الايمجينج، ايمجينج التصوير. اول حاجه الموجات فوق الصوتيه، الترا سونوجرافي او اختصارها U/S، موجات فوق الصوتيه دقيقه، او اعمل اشعه مقطعيه عايز اشوف النفرون، اللوب اوف هينل، الارتري، الكلام ده مهم. وفي كمان تصوير للاوعيه الدمويه اللي بتغذي الكلى. على فكره السي تي ده اختصاره كومبيوتد توموجرافي، اشعه مقطعيه. في ناس يعملوا رنين كمان. فكره الاشعه المقطعيه دي بتلاقي الصور متقطعه عامله زي صور الكرتون، بيبين لك اجزاء النفرون بدقه. او اخر حاجه انترافينوس بايلوجرافي، في ماده شبه البارا امينو هيبيوريك اسيد بنحقنها اسمها بايلوجراف. الماده دي عايز اشوف مشيت في الدم ازاي، قدره الكدني على التخلص منها ازاي. يعني اقدر اعتبر الماده دي كانها جايد، دليل تقول لي الكدني قدرت تتصرف معاك في اي شكل. في نهايه هذا الفيديو بفكرك بالعناوين الرئيسيه اللي قلناها. بدانا بمقدمه عن اليورين كونسنتريشن والاي دي اتش، ثم ازاي فشلنا تو كونسنتريت يورين، ويعني ايه ميكانيزم of urine dilution، ده مهم. عملنا كشف حساب للمية كنسب وكأرقام absolute values. اتكلمنا وجود الـ ADH وغيابه في آخر 20 لتر، نازلين في collecting duct كيف نتصرف. اتكلمنا عن الكيدني function test، 5 عناوين مهمة. أول عنوان وهو assessment of glomerular filtration rate والرينال بلازما فلو كليرانس تيست. كلمنا عن مسألة للرينال بلازما فلو، effective رينال بلازما فلو ورينال بلاد فلو. رقم 2 ازاي نقيم الترانسبورت ماكسيمم شغال ولا لا بتاع التوبيول، جلوكوز وبارا امين وبيوريك اسيد. 3 بلاد اناليسز، بلاد يوريا نيتروجين، كرياتينين، بوتاسيوم، ان اورجانيك فوسفيت، في طبعا كالسيوم ومغنيسيوم وبي اتش. اليورين اناليسز عن طريق اختبارين، ازاي نركز اليورين وازاي نخففه، وفي كل مره نقيس اليورين اوزمولاريتي وسبيسيفيك جرافيتي. ونهينا كلامنا بالتصوير، موجات فوق صوتيه التراسونوجرافي، اشعه مقطعيه السي تي، وانترافينوس بايولوجرافي. اخر كلمه عايز اقولها في الفيديو ونبروزها مع بعض وما ننساهاش، ان اعلى يورين اوزمولاريتي في اعلى يورين مركز، نص لتر يورين كفوليوم مركز باوزمولاريتي 1200، لكن لو اليورين مخفف 12 لتر حجم كبير بأوزمولاريتي قليلة جدا قد تصل
لخمسين ملي أزمول بير ليتر، أي ما يساوي واحد على ستة من الأزمولاريتي of بلازما. ما تنساش مريض الرينال فيلير المزمن الكرونيك specific gravity 10-10، اوعى تنساها 10/10. زي ما البلازما دخلت في الكلى هتخرج منه بنفس الأزمولاريتي 300، بنفس السبيسيفيك جرافيتي 1010، وبقول حصل دامج تام للمدلر نفرون، فالكلى فشلت انها تركز او تخفف اليورين، بقت عاملة زي شنطة او كيس وجودها زي عدمه. كان معاكم دكتور محمد فايز.